لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم ما بعد، العمل الدعوي دليل إيجابية وعدم استسلام للواقع وضغط الحياة المادية. هذه الأمة يجب أن تعود. السبيل لعودة الأمة أن يوجد عمل يقوم فيه أهل الخير بالتغيير والإصلاح. تراكم الفساد، الشر، العقائد الشركية، البدع، الخرافات، يحتاج إلى نفسية تتحمل يكون تعمل. فالعمل الدعوي في مواجهة هذه التحديات دليل إيجابية وعدم استسلام لضغط الواقع والحياة المادية. لما تعرضت الأمة في فترة من الفترات بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضى الخليفة الأول كيف واجه هذه التحديات بإيجابية؟ قال: أينقص الدين وأنا حي؟ وقال: والله لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين فتكشف لأتممت بعث أسامة. يواجه هذه الأخطار، وهذا دليل إيجابية ودليل حب لهذا الدين وعدم استسلام للواقع. فالبعض اليوم يقول الواقع والفساد، بل أصبح البعض يصاب بالهلع إذا سمع كلمة أو سمع موقف أو تطاول عليه أحد الناس. أنت تريد التغيير، تريد الإصلاح، لابد من المواجهة. والواقع يحتاج إلى أناس يكون عندهم عدم استسلام للواقع ولضغط الحياة المادية، عندهم حركة، عندهم سعي، عندهم بذل. لذا كلما اشتدت المتغيرات والفتن نريد أناس ينتصبون. انظر إلى صاحب ياسين، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، هذا دليل إيجابية وعدم استسلام. هذه القرية قتلت 3 من الأنبياء ومع ذلك ينطلق إليها بخطى ثابتة. ماذا قال للناس؟ قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. ونحن اليوم في هذا الواقع نحتاج أن نقول للناس: يا قوم اتبعوا المرسلين. والناس فيها خير، تحتاج أن تسمع، والناس تحب الإسلام، لكن تحتاج من يقف لهم ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا كان فعل الصحابة، وهكذا كان فعل العلماء والتابعين وتابعيهم، وهكذا كان فعلهم. يجب علينا ويجب على هذا الجيل أن يعمل في هذا الواقع ويواجه التحديات ويواجه المتغيرات بكل إيجابية، ولا يستسلم لضغط الحياة. ونقول: لا يستسلم لضغط الحياة ولا للحياة المادية، لكن يسعى بالإصلاح بالحكمة وبالرفق وباللين وبالكلمة الطيبة، وهذا يؤثر في الناس. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا. فكن أنت نموذج، دليل على الإيجابية، دليل على عدم الاستسلام لأرض الواقع. كن أنت قدوة في هذا المضمار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.